السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. محتوانا اليوم غير، بالصحراء القاحلة تشوفون امطار وناسة عند حلال امي وهالمعايزة ايبل. ابو سويد ما يدري منين هي هابة، ما يدري شو الصوت، ما شاء الله. سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ايش عندك طراد متغطي؟ انا قوايل يا رجل، مشكل ما في شمس يا رجل، مركب الفلتر تقول ما في شمس. ما في قوايل والله، هرع غيوم. لا يا رجل نقيل. ها خريشة، هذا تلقونه يوصلني لمهرمس، تبعد عن مزرعتنا حول 20 كيلو و25، ما ادري ذونا صفر عداد، هذا ما ادري حق يقير، ما ادري وشو بدي صفر عاد اشوف كم توصلني، كم يقطعني بنزين. هذا تراه يمنا شغالة، خلاص صفرت ما شاء الله، استهلت ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله انها توصلني، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ورانا كيلوين ما حسبتن، توني صفر عداد، يعني تعديت كيلوين. شوف عادي توصلني والله، لا ما شاء الله، اللهم أزد وبارك، ما شاء الله تبارك الله. كبرت حبتها المطرفت وبرد يا شين، برد برد ما شاء الله، برد ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بشربوا البرد، شوفونه ما شاء الله يا كريم، تجود يا نواف. دون رايحين للنياق، السيارة هقودها تطفي بنزين. هذه محطة السويري، ما عندهم إلا ديزل، ما في بنزين، لكن لقينا شيء أخير من بنزين. جيت أقول برسيم، لقينا برسيم، الله يا سلام. نكمل لمهرمس تقريبا 10 كيلو من هنا، ودت لها 200، ان رادت تطفي قبل مهرمس وان رادت دون مهرمس. اخذ لي 5 على قد فلوسي، اللي شده 85 يسوي 17 بالسوق، تشتري من اللبانات وهذول ب7 ب10، هذول اخذتهم ب10. سبحان الله يا سويري، عليها شمس فتروا مزرعتنا، سحابة سودة، ترى مطر غزير اللي قبل شوي بس على مزرعتنا، يعني كأن الله ارسلها لنا ارسال. سبحان الله، المنطقة هذه ناشفة، يعني رشاش خفيف، رداد عليها، رداد خفيف ولا عليها غيوم. مزرعتنا تحت السحابة السودة هذه، سبحان الله. أبشركم وصلنا ولله الحمد. يا رجال لا أحد يدور بعد هيلكس شيء. 43 كيلو أعداد نايم، تخيلوا عاد. تخيلوا ما لقى بنزين، لا لا إن شاء الله ما عمرها انقطعت السيف. منو اللي يدق؟ سنونه بنزين؟ إيه الله، ترى بعض الأحيان أغدي عن تنك بنزيني. شلون أعرف؟ بعلامة هذه تشوفونها، يعلم كون اتجاه التنك، تشوفون بسهم، تشوفون هذا بسهم يسار، يعني تنك بنزين يسار. واليوم حطيت هذول
كل شيء تطور اللهن. السلام عليكم. ارضخ لي خشمها من غاد. قل خل لها لي، خلها شغاله، ما ودي لها تسبدها عقبها عزم اللي هي جابته. كم اخذت؟ 132. 230 132. اه حسبت تقول 200. وين 200؟ جيب مش دام اني وصلتها مواصيل عاد لابد اني امر ابو عبد الرحمن، هذا سوداني قبل عندنا يشتغل، والله انه ما ينسي من طيبه، خابره يحفظ اخواني حديث وقران، ما شاء الله تبارك الله عليه، رجل قدوه. يا ابو عبد الرحمن اقو جيتها بيدي ماش، حسبني شريت له شيء. والله ما ادري هو نايم ومو هو موجود. يا رجال استانس على الحوسه اللي هاللون، ودي اني الصبح اقوم معي كوب حليب وافسفس به حراثه واشتغل وافك واربط، وعندي شبح دجاج بها ذاك وبطتين وناسه. والله عظيم انها ترى هذه راحت البال انك تشغل نفسك. يا ابو عبد الرحمن راح انا فيها تصب، وهنا نعنع يرجو وناسه. ترى هذه حياه بسيطه اللي مودك. اي والله العمود هذاك تراهم حاطينه عشان الشبكه، يوقفون عليه يكلمون يراسلون يرجعون للغره. هنا سبحان الله ما فيه يعني 50 متر شبكه، جاي ما فيه العود. ما شاء الله تبارك الله، سحاب سن طيبه بهذي. هذه محميه الملك سلمان، هذه الطاحنه المحفره. الله ضخام ما شاء الله. شوفون ردميه الابراج هذه، قبل امشي معها 180 160، هذا قبل الله 8 سنين مدري 10 سنين والله مدري كم لها، لكن ذول لو امشي معها 20 غير اقلب. خطة جارح افضل منها، كلها حاصة وصوان واحفار ومدري وشو تسقط. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. على حتى على هذه جت تسير وتسقزقزه ما شاء الله. الله يعود لبلاد وعباد. يا رجل اجواء ولا اروع. عمرك صفحت بالطين؟ صدينت. استاهل استاهل نوقات امي. الربيع مستقليات. زيادة خير خيرين. هلا بالشيخة، انت تاكلين الادوان؟ خلينا نشوفها مزيون. ما شاء الله كبرنا كبرنا. بس لنا شعرتها هذا المطر لو محويرنا. ما اخذتك شوي اجيب لك معي. هل عين نزلتها ورا السيارة؟ هات هاتها عند هناك. ها نزلها. هاك 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 تستاهل تستاهل كل خير. ما شاء الله هذه قزقزتنا، هذا تأثير المطر. اللهم اجعلها مطار خير وبركة. اليوم الشباب يعطيكم العافية. وين الصقيلات؟ وين الطليات؟ ايه اذا تبيض هذه والله وجعانه والله. شو السالفه بالله؟ اقوى ترش امكن يدي اكبر منه يبيضك. الربيع استقليات، لكن ما يقفلون عين الا وقت النوم بس ينامن به. يسرحن في الربيع ورازقهن الله. تيعه تيعه تسديت.
قطوع تنها عنز يوم ان تلهي الغنم عنا استراحة. وين ادسن؟ والله انهني ونسن معنا قليلات ثلاث حبات معديتن. هذه اجواء النياق هناك تشوفون عند برج هذا كلعون هو النقطة السوداء هيبل الركان. وين صخيلي؟ ترى انا حجز ترى حمر مغيرين مراحن يزين ريحاتن مع المطر اقسم بالله ولا اروع. عاد هذه حقتي تشوفونها ما لقيتها خروف اللي تخليها تعشر، لكن ان شاء الله اوديها ادنع خروف تجيب لي توم. افتح لي باب. انا اوعلكم منها محتوى هذا فلق على السريع. اي بلا لا يطلع لا يطلع. نواف دور لي اصغر بلكه ونزلها الحين دون بدنا نروح ما نفاضيات الا الاستراحه. خليهن بشبكه. ايوه حيمور وش دراك اني مختارك؟ تعال يا دوده. ما شاء الله تبارك الله يقبركها قلتهن. والله ما ادري تقول قبل حكمه لكن خلها المقطع الجاي. اذا شو مطر ما شاء الله. والله فيه مناقع هناك بعد. اي والله ايش رايك تنبا مطر؟ ايش رايك تنبا؟ هذا هو ولده حمراء. لا هذا السوداء هذه. طيب كيف جاء حمر؟ انا اشوفها تردسه. كيف جاء حمر؟ طيب هذا وين مولده حمر؟ بالله بالطريق ان شاء الله. والحمرة هذه طيب هي مولدة؟ حمرة لوليد. ذكرني بخيل وجهها بالله. جابت واحد كبير ما شاء الله. وين هو؟ هذا ابو سويد. سويدنا ونعاجتي ما ضرعت ولا شيء. ما في خروف يا اخوك. احس انها تشبهني هذه شوفون. ساتر عمي هي رايمته بالله. لو انت مسلها حليب تعال. انت فلا الدجاج من ورقها لا تعطها بشبكن. شبكن يلا يا ساحن خلها عند باب شبكن ينقرن منه يتعشن منه. ما شاء الله هذا المشب يا رجل. اجواء البداوه تخابل يرجي يزين ريحته فيت الشعر. علقوا واحد امي ودنا نمد هذول. بدي افتح لهم نفايش واحد اونسهم. ها وش يا قزقز؟ بسم الله. عنا قطعه يا شباب عنا قطعه. يعتبر فلق خفيف لطيف. لا هذا حار ورينه يصلح له برد. وهذا حار بعد. انا بيوجع المعده ياثر علي حار. وهذا بعد به فلفل اخضر. بدي واحد ساده. وهذا فلفل اخضر بعد به. هذا خيره كلهن حرات. وهذا حار بعد. وش السالفه؟ هذا يلا يا رب. الحمد لله الحمد لله في الطماطم والخضر. هاك افتحها والله ما ادري كم سعره لكن مشتريه ترى ما هن لي هذول. اشتريه معك احسب راعيهن. هذا بدي اوصلهن لا بقاله اللي عندنا بقاله بسيطه. دون سيف منكم مسان هذول امانه برقب. عندنا تمونس هذه قبل عزيمتنا احنا بابتدائي. اللي وده يجي يلا كل واحد ياكل له لقمه يتوكل على الله. فوق ركبن فوق ولا مانع وقفي عليه.
دون شلون تدخل هنا الحالة انا والله تمسك واحدة واحدة بدمر ترى لي ما تدخل بنعال مع راس هذه ما تدخل قدام انا اخبرك عاد والله اني جعان وشاحت الله شب 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 وباني افهم من عايكم تقول شبك شبك والله دخلن والله ما شاء الله هي كريم هذا ترى هذا دجاج البداوة اخر واحد هي تطمن عايهن اصبر ارجع والله ما شاء الله تبارك الله عاد عاد حط حط برسيم عندهن والنفايش اللي انتم ناثرين لا تطلع ما شاء الله تبارك الله والله والله انا طلعت من الزحمه عند الدجاجه هذه زحمه يعني يمكن ما اقدر نجلس ارعوا هذه السوداء تشوفون اللي عند الديك راقده وتتبيض خلها ركان والله يا والله دجاج ولا اروع ترى مو الفاخر مسوين هذا شبكه ليه تركه حطه نحطه نبرسيم وحطه النفايش اللي هو ناثر ما في شيء اصلا شوي بس حطه هذا حيمور يلا حي حيمور هات كيف حالك اخبارك شو لونك هاك رجع رجع لما لا يبس عين ما شاء الله هذا انتاج اليوم الله يحط به هنا بركة ويخليه هنا لتيمه ما شاء الله هذا حليب خلفاتها والله هذول كبرن وانا ما لقيتهن شبكة حطهن به الصغار هذه اختفت فجأة كل الشبوك اللي بمزرعة مدري وش اسوي عاش ابو سويد تدخل عند اجريوات اركب اركب اشوف اركب من عند باب تعرقش تعرقش فوق اركب فوق فوق من فوق ابو سويد من فوق من جاي من جاي تعال جاي جاي من جاي هاي ابو سويد اركب اركب جاي اركب جاي اركب تعال هاي اركب اركب فوق اركب ايوه شاطر عاد اطبق عليهم من فوق اشتاق لهن وده يصفقهن وده يصفق اجريوات